السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية كل الناس اللي بتشوفنا يا ريت تعمل لايك حالا للفيديو، اللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. نبدا مع محمد صلاح وتهنئه لمحمد صلاح مو صلاح ذا ايجيبشن كينج، ليله تاريخيه في دوري ابطال اوروبا. محمد صلاح بيحرز هدفين وفي فوز نادي ليفربول على اتلتيكو مدريد، ده هدف من ضربه جزاء وهدف من تسديده خارج الملعب. بصرف النظر بقى عن المباراه اتكلمنا عنها وقت ما كنا بنعلق عليها، لكن محمد صلاح بيأدي أداء ولا أروع. زي ما بقول لحضراتكم، تاسع مباراة على التوالي محمد صلاح بيسجل فيها، تاسع مباراة. محمد صلاح بيحرز 31 هدف مع نادي ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وبيتخطى نجم نادي ليفربول التاريخي ستيفن جيرارد اللي كان احرز 30 هدف. محمد صلاح بيتخطاه بهدف، يصبح 31 هدف هداف التاريخي، هداف نادي ليفربول في دوري الابطال على مدار التاريخ. تهنئه لمحمد، وان شاء الله يكسر ارقام اخرى باذن الله محمد صلاح. عايز اتكلم برضو عن وعلاء وحيد، لازم حد يوقفه يا جماعه عند حده. شوف هاني حتحوت عمل معاه مداخله والكلام ده كله، وعمال يشكي من المظلوميه ويكذب احمد دياب، وكابتن علي ابو جريشه قال طب انت رحت يا سيدي سالت الامن ليه سبب عدم لعبك؟ قال لك لا مش شغلتي. هم قالوا لي تلعب على ايه؟ قلت لهم العب على كذا، مش انا اروح بقى كل شويه اسال؟ انا اللي راح اسال يا عم علاء. ماشي. المهم يعني صرف النظر عن كلامه، لمح تلميح غريب في اخر كلامه مع هاني حتحوت وقال لك احنا مقتنعين وعارفين ان الامن والامن شاب، بس يكون القرار طالع من الامن. يعني بيشكك كمان علاء وحيد ان الامن هو اللي اتخذ قرار عدم لعب النادي الاهلي في اسماعيليه. مش بس كده، لما هاني حاتم بيقول له يعني انت مش شايف ان لعب النادي الاهلي مباراتك ومباراته الذهاب وعوده على ملعب برجر عارف فيه تكافؤ فرص؟ قال لك امال انت عايزني كمان اروح العب في القاهره ما اتحرم من اللعب على ملعب؟ وانا ذنبي ايه؟ أنا ذنبي إيه؟ حضرتك متأكد، حضرتك كأنك بتقول النادي الأهلي هو اللي مش عاوز يجي يلعب عندنا، أنا ذنبي إيه كنادي أهلي إن أنا أتحرم من اللعب على القاهرة؟ حضرتك أنت ما أنتش قادر، ده أنت المفروض يعني يبقى ده تكرما من النادي، والله النادي الأهلي لازم يتمسك بحق يا عم، لازم النادي الأهلي يطلع يتكلم يا جماعة أنا ما عنديش مشكلة في اللعب الإسماعيلي في القاهرة. ما عنديش أي مشكلة. ليه تخلوني اروح العب في بورجر؟ لازم النادي الاهلي يتكلم، انما والله احنا نعدي يعني النادي الاهلي لما بيترفع عن الصغائر الناس بتفتكره انه بيتجامل. يعني لازم نقف عند كل حاجه صغيره نعمل ايه يا جماعه؟ يعني علاء وحيد قال لك اذا كان قرار وعايز نلعب كمان في القاهره انا ذنبي ايه يا سيدي؟ طب وانت بترط كتير في القصه ليه؟ وانا كده كده انا وانت ذهابا وفي تكافؤ نلعب هناك. انت محروم من اللعب على ارضك والاستفاده من جماهيرك في وسط ملعبك، وانا محروم من اللعب على ارضي، انا ذنبي ايه بقى؟ ما انا وانت يا اخي لو اعتبرناها كده ولو انا مش حقيقه، انا وانت في الهوا سوا، ليه بتلوموا على النادي الاهلي وجمهوره؟ وهنيجي لخالد الغندور دلوقتي اللي بيتكلم بطريقه غريبه يعني، فلازم الاول الوقفه تاني، كررتها في فيديو قبل كده وبكررها تاني، وقفه من مع علاء وحيد، يعني الامن يطلع ينهي القصه. هذا الكورة يطلع الجوابات انه ممنوع، هم يقولوا لهم يبقى في مواجهه ما بين الاسماعيلي مسؤول اسم الاتحاد الاسماعيلي واسم الرابطه عامر حسين، يا جدع انت المسؤول. لا انا ماليش، ما انا مش مسؤول، الناس تفهم. لكن انت ولو انا بقول لك القصه قصه الاسماعيلي، اتحاد الكوره مش هيلف ويجيب لك جهات امنيه قال لك مش مسؤوليتي، النادي هو اللي يجيب موافقات امنيه، ده عامر حسين اللي قال. نيجي للاخ احمد مجاهد بقى، كوارث اللي بيحصل ده كوارث والله. احمد مجاهد وزي ما قلت لحضراتكم يطلع ناس من المغيبين يقول لك النادي الاهلي بيتجامل من اتحاد الكوره والدوله. لما يكون عندك دوله او وزاره زي وزاره الرياضه ممثله في الحكومه والدوله، وزاره الرياضه تتبع الدوله، وزير بيفتح خزاينه لنادي الزمالك علشان يسدد ديونه ويتدخل عشان يحل ازماته ومشاكله،
لما يكون عندك اتحاد كورة المفروض لجميع الأندية يفتح خزاينه لناديين، نادي المصري البورسعيد ونادي الزمالك. أنا ما بقولش الكلام ده، في حاجة اسمها رسوم تنمية الحكومة فرضتها على عقود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، مخليين النسبة تصاعدية، بمعنى إن أنت لو عقدك كلاعب مليون جنيه فليكن النسبة مثلا 2.5%، من مليون ل 2 مليون وليكن مثلا 3.5، من 2 مليون ل 3، لحد ما نوصل مثلا لو في لاعب عقده فوق ال 10 مليون يبقى في 10% من قيمة عقد هذا، لو بياخد 10 مليون يبقى في مليون. فالأخ أحمد مجاهد رئيس اللجنة اللي بتدير الاتحاد المصري لكرة القدم أثناء جلسة كلامه أو طلب الإحاطة من قبل لجنة الشباب في البرلمان سئل أنت بتتهربوا ليه من دفع الضرائب والكلام ده كله؟ قال لك إحنا ما بنتهربش ولا حاجة، بل بالعكس إحنا بندفع مبالغ كبيرة للضرائب. بس في الأندية، يعني الأندية يعني أنا كنت ممكن يعني الاتحاد الكورة عليه 100 مليون زي ما قال الوزير، دفعوا 10 مليون وباقي 90 مليون بيتم جدولته. طب يا عم ما بتسددش ليه؟ قال لك مشكلة أنا عندي أندية ما بتدفعش، وفي رسوم حاجة الأندية ما سددتش رسوم التنمية، رسوم تنمية موارد الدولة. طب انت ذنبك ايه؟ ما ان شاء الله عنها الانديه ما سددت. قال لك لا الاتحاد سدد عنها. طب وليه؟ هل انت مجبر؟ هل انت مش مؤسسه رياضيه يا عم احمد مجاهد مستقله؟ والنادي دي هيئه رياضيه زي مرتضى منصور كل شويه مستقله مستقله. هل حضرتك لو انت ما دفعتش او نادي الزمالك ما دفعش انت اللي هتتحاسب؟ ولا نادي الزمالك اللي هيتحاسب؟ فانا مش قادر افهم تدفع ليه؟ طيب بيقول لك احنا سددنا الاتحاد سدد عن نادي الزمالك زي الزمالك والمصري رسوم التنمية دي لصالح الدولة لتنمية موارد الدولة، وقال لك مبالغ كبيرة جدا، يعني مبالغ تخطت الملايين، اتحاد الكرة بيسدد ملايين نيابة عن نادي الزمالك والمصري. وكان لو كان تعرف لو النادي الأهلي كان موجود كان قال لك، ما كانش قال المصري، كان قال الأهلي والزمالك، لكن قال لك زي الزمالك والمصري. طيب الإسماعيلي، الاهلي، الاتحاد، سموحه، اسوان، الانديه دي ذنبها ايه؟ انها ما استفادتش من الاتحاد زي الملايين اللي الاتحاد دفعها للدوله نيابه عن هذه الانديه. طب الفلوس دي ما تبقى مديونيه على الانديه، ولا انت بتوزع بمزاجك، تمنح النادي اللي على مزاجك وتحرم النادي اللي على مزاجك؟ يعني مين هيحاسب احمد مجاهد؟ مين هيحاسب كل اللي كان قبل احمد مجاهد؟ ما هو القصه مش قصه احمد مجاهد جاي في السنه الرسوم والفلوس دي، اللي قبل كده مين؟ ولا حد هيتحاسب، احنا شكلنا اللي هنتحاسب، ربنا يسترها علينا، اللهم امين يا رب العالمين. صلح مرتضى منصور وفاروق جعفر، اتقابلوا فاروق جعفر قابل مرتضى منصور في احدى حفلات الزفاف، منتج فني تواجد مرتضى وقابل فاروق جعفر، فاروق جعفر راح سلم على مرتضى منصور ومعلش وما تزعلش مني وانا ما فيش حاجه بيني وبينك، احنا كل احنا في الاول في الاخر هنفضل اصدقاء واحنا اخوات واحنا واحنا، دي حاجه ودي حاجه. يعني في النهايه مرتضى منصور قبل او قبل اعتذار فاروق جعفر. فاروق جعفر اثناء الكلام طلب من مرتضى منصور انه يدخل على قائمه مرتضى منصور الانتخابات القادمة، يعني زي ما بقول حضرتك مرتضى منصور كده كده في الانتخابات، مرتضى منصور هينجح في انتخابات نادي الزمالك القادمة. لحد الآن مفيش أي حكم ضد مرتضى منصور يمنعه من إنه يخوض الانتخابات القادمة، فبيجهز القائمة بتاعته. فاروق جعفر طلب منه إنه خدني معاك في القائمة، أنت رئيس وأنا أبقى نائب الرئيس فمرتضى منصور قال له لا، نائب الرئيس ده مكان محجوز للمستشار احمد جلال ابراهيم، والراجل انا ما بغدرش بالناس اللي معايا وانا اتفقت واديت كلمه لكن ممكن نشوف لك مكان في مجلس الاداره في القائمه، تخش عضو مجلس اداره، تبقى ابعد عن النائب وابعد عن امين الصندوق، ممكن نشوف لك تخش عضو مجلس اداره فوق السن يعني. فاروق جعفر قال له خلاص سيبني وقت واديني وقت افكر، يعني كانه هيخش عضو في مجلس اداره نادي الاسماعيلي. ده كلام
مرتضى منصور وفاروق جعفر وتفاصيل جلسة الصلح. فقايمة مرتضى منصور جاي، مرتضى منصور جاي جاي يعني. بالنسبة بقى للأخ خالد الغندور، هو وزيه على شاكلة الأخ بتاع نادي الإسماعيلي علاء وحيد، في ظل الوقت اللي الجماهير بنقول هترجع ونبدأ بداية جيدة، ألف من هنا وألف من هنا، لو في نظام وفي هدوء ومفيش مناوشات ومفيش مشاكل فممكن العدد يزيد. خالد الغندور بيستغل قصة الإسماعيلي وعدم لعب النادي الأهلي في الإسماعيلي ومباراة النادي الأهلي الإسماعيلي في برج العرب، ويلمح تلميح سخيف. وتاني زي ما طلبت إن علاء وحيد يتحاسب، لازم خالد الغندور كمان يتحاسب، لأنه بيجي في أوقات المفروض يكون فيها تهدئة ما بين الجماهير ويزيد التعصب بشكل هو بشكل غير مباشر. هو يقول لك يا عم انا ما جبتش سيره الاهلي، لكن تعالوا اسمعوا الكلام اللي بيقوله خالد الغندور. خالد الغندور بيقول لك ايه؟ شيء رائع ان يتم الترحيب بنادي الزمالك في اي مكان وفي اي محافظه وفي اي ملعب للانديه الشعبيه، وهذا يدل على حب الناس له وشعبيته الكبيره وعلاقته الرائعه بكل الانديه الشعبيه، وشرف لي ان اكون الكابتن التاريخي لهذا النادي العريق. هنعلق على نادي الزمالك لانه ده مجرد مذيع، ما نادي الزمالك ملوش علاقه، واحد بيتكلم، لكن هذا الكلام ان ده اللي بيدل على الراجل ده مش عايز الدنيا تهدى. يعني بيتكلم النادي الاهلي ليه ما بيروحش اسماعيليه؟ علشان مشاكل مع الجماهير. طب النادي الاهلي ما بيروحش اسم المصري ليه؟ طب ما انت كنت سبب، انت واحد الناس اللي ولعت الدنيا يا خالد الغندور في ازمه مذبحه بورسعيد. يعني كنا بنروح نلعب في بورسعيد عادي واسماعيليه عادي وبنكسب اسماعيلي في اسماعيليه، ما فيش اي مشكله. لكن الامن وجهات الامنيه شايفه غير كده. انت ياما ما في اتوبيس بتاعك اتخبط بالطوب، لكن احنا ما بنعلقش قبل كده مش عارف مباراه ايه او في رايح يلعب مين، الاتوبيس اتخبط بالطوب يعني ايه اللي انا مش قادر. الجمهور بتاعك ما بيتزق الا الجماهير ممكن تشتم اللعيبه بتاعتك وتزعل في الملعب. ايه بقى نقول ان علاقة ده في التوقيت ده ان احنا نتكلم الكلام اللهبل؟ انا شايف كلام تافه، كلام تافه ملوش اي معنى غير زيادة فتنة وتعصب. ده لو في اعلام وفي شخصيات موجودة في الوسط الرياضي بالطريقة دي زي على شكلة علاء وحيد وخالد الغندور، هل حضراتكم هتتوقعوا او يا مسؤولين هل هتتوقعوا ان الجماهير هترجع مرة اخرى؟ نادي بيراميدز بيحاول، يعني الزمالك ابو جبل عاد ينتمي مع الزمالك هذا الموسم هو وطارق حامد. نادي بيراميدز بيتفاوض مع ابو جبل عشان ينضم اليه، لكن ابو جبل رافض وهيجدد نادي الزمالك، مش عشان بيحب نادي الزمالك بس او فلوس نادي الزمالك، لا فلوس بيراميدز حلوه برضه، لكن علشان وجود الحارس شريف اكرامي اللي بيلعب كده غصبا واقتدارا زي ما قال المهدي سليمان، يعني حاجه كانت من ضمن الصفقه، فاروح اعمل ايه؟ لا يا عم خليني في نادي الزمالك. في نفس السياق برضو احمد حسن اتكلم عن موضوع، برضو شوبير اتكلم والدنيا بحالها اتكلمت، وموسيماني نفسه اتكلم، وحتى موسيماني اتكلم عن حازم الحديدي قال لك لا يمثلني والدنيا واحمد حسن قال لك الاهلي تواصل اتفاق مع فيريرا وفيريرا وافق انه يدرب النادي الاهلي. انا مش عارف تعزي احمد حسن، يعني الاضواء راحت من عليك فعايز تعمل في اي فرقعات يعني شويه. كان بيلم اغراضه بالامس موسيماني، النهارده الاهلي تعاقد مع فيريرا مدرب الزمالك السابق. يعني ربنا يهدي. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله.